أكاديمية التربية الوطنية بالشرق مع الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بأنجمينا يدخلان خط السلم والسلام بمنطقة والداي، إذ نظمتا ندوة علمية اتخذت أهمية التعايش السلمي في تعزيز الأمن والسلام في المجتمع عنوانا. فعميد كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة آدم بركة الدكتور محمد المهدي تكفل بشرح المحور الأول والذي أخذ أهمية التعايش السلمي الذي يضمن حركة جميع قطاعات التنمية، غير أن المحور الثاني وهو تعزيز الأمن والسلام عقب عليه الدكتور عطية جويد جار النبي وقال: وبعد المحاضرين شهدت مداخلات منها ما جاء معبرا عن فقدان الإنسانية واستعمال مصطلحات قد تقوض العيش والسلام في مجتمع دار والدي.